السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنشوف ايه الفرق ما بين النهاردة احنا هنتكلم عن ساعتين جي شوك بصراحة عملاقين يعني عملاقتين جي اي الف جي الف اللي هي مصورة باسم جرافيتي ماستر جي الف فيها كومبس اللي هي فيها البوصلة وفيها هنا درجة الحرارة وهنا جي اي 1400 جي اي 1400 هقول لكم ايه الفرق. يعني اولا نتكلم عن الجي اي 1000 جي اي 1000 جي اي 1000 طبعا ساعة كويسة ملقبة بالجرافيتي ماستر. ساعة السيكنس بتاعها كبير الهاوسنج بتاعها مش معدن, هاوسنج بتاعها متهيألي ألمونيوم. البريسلت بتاعتها مش رابر, البريسلت بتاعتها عقل بس مش استلس, عقل بتبقى بلاستيك شوية بس طبعا قوية جدا. الساعة دي مزودة ان فيها كومبس, لو انا شغلت الكومبس اهي كومبس يجيب لك اللي هو ساوث ويست واللي هو ساوث وجنوب وشمال وشرق وكده. نرجعها بس كده عشان ترجع تشتغل في الطبيعي تاني. وفيها طبعا درجة حرارة, انت بتدوس كده يقول لك سيليزيوس اهي. درجة الحرارة دلوقتي 21.1 سيليزيوس اهو تحت كده في الكيرف اللي تحت ده كده. وفيها طبعا اضاءة نيون اهو, يعني لو طفينا بس الكشاف ده ثواني بصوا ده نيو حلو قوي على فكره, اضاءتها جميله قوي يعني دي مش زي اضاءه اي ساعه جي شوك تاني قابلتها. اضاءه نيون مش ليد, الساعات الجي شوك بتبقى ليد. دي وفيها طبعا اللومينوس اللي هي العقارب بتاعتها عقارب ليليه زي ما احنا شفناها كده ان هي بتنور في الضلمه. هاوسنج الساعة كويس. الساعة دي عملت لها على فكرة فيديو عن ثواني بس نرجعها للمود بتاعها, بس ترجع للمود بتاعها. الساعة دي عملت لها فيديو عن ان انا حطيتها في مية بتغلي, ان انا حطيت الساعة دي في مية بتغلي وسبتها شوية وبشوف الفيديو ده. الفيديو ده هحاول احط لكم اللينك بتاعه فوق على الرابط لو ما شفتوه, يعني لو نسيت احطه او ما عرفتش احط اللينك بتاعه فوق على في الفيديو حاولوا كده تدوروا في القناة عندي على الفيديو ده, فيديو حطيت الساعة دي في المية اللي بتغلي. تمام. الساعة دي تمنها من 150 ل 200 دولار. انا كنت شاريها مستعملة, دي اسمها جي اي 1000 ومتلقبه ان هي ساعه طيارين وساعه محترمه, يعني ساعه بصراحه حلوه قوي, حتى كمان على الايد بتبقى حلوه. يعني بصوا ثواني كده البسها كده على الايد اهي. انا مش ايدي مش ضخمه ولا اهي ايدي مش ضخمه ومش رفيعه, انا ايدي متوسطه الحجم وفي نفس الوقت هي ملائمه جدا على ايدي. وكمان دي من اسرع الساعات اللي بلبسها على طول. ليه؟ لان الساعه دي البريسلت بتاعها سهل بيتفك وتركب, اللي هو الكلاسب بتاعها حلو قوي يا جماعه. انا بحب قوي البتاع ده, بحب قوي الكلاسب ده. في حاجه اسمها دبل فولدد كلاسب او فولدد كلاسب اللي هو بيبقى عباره عن يعني حاجتين بتتفتح كده, بتبقى فيها تدوس كده من النص بتتفتح زي البترفلاي كده. اما ده الكلاسب ده حلو قوي. فدي انا اقول لكم يعني, ودي بتشتغل بالبطاريه العاديه خالص, بطاريتين للديجيتال وبطاريه للانالوج. الانالوج ده يا جماعه يعني العقارب, والديجيتال اللي هي الديجيتال اللي تحت دي. بس كده ده يعني ايه, ده اللي بقول لكم على الساعه دي. الساعه دي ما انا بقول لكم الهيكل بتاعها قوي, خبطتها اكتر من مره في الحيطه لا تمام, مفيش اي تجاريح. الازاز بتاعها مينرال جلاس. المينرال جلاس ده يا جماعه ده تحت بالظبط تحت السابفاير. مينرال جلاس ده بيستحمل الضغط والقوه, ما بيكسرش بسهوله, مش زي الازاز العادي طبعا. مقاوم للخدش شويه بس مش زي السابفاير. السابفاير بتبقى الدنيا عليه بتبقى سهله قوي وسريعه, ده بيبقى الدنيا بتبقى ممكن يتخدش شويه لكن بيبقى قوي. عشان كده الهاوسنج لو تلاحظوا الهاوسنج مغطي الازازه, الهاوسنج بتاع الساعه مغطي الازازه عشان بدل ما تكون ازازه بارزه. فعشان دي حلاوه الجي شوك اللي بتبقى على طول الهاوسنج مغطي الازازه عشان الازازه ما يتكسرش او ما يتجرحش,
بس الهاوسنج هو اللي هو اللي بوز عادي. وكده كده الهاوسنج ما شاء الله قوي، معمول من ماده الريزن، والريزن دي او ماده اسمها الراتنج، دي ماده شوك ابزوربر، يعني بتستحمل صدمات، بتمتص الصدمات. ساعه فعلا فعلا في قمه الاحترام، ساعه محترمه قوي يا جماعه، الساعه دي بلبسها جامد قوي قوي قوي. تمام كده احنا وقفنا عند الجي 1000، نيجي نركنها بس كده على جنب ونيجي للجي اي 1400. الجي 1400 من اول نظره ليها زي اول نظره، شفت الدنيا بعين الورد. اول نظره ليها كده ما تلاقيش فيها ديجيتال. طب ايه ده، كل ساعات الجي شوك لا اما ديجيتال بس، لا اما ديجيتال وانالوج، زي انا ديجيتال، اسمها انالوج ديجيتال بس بيختصروها انا ديجيتال. ليه الساعة دي ما فيهاش ديجيتال؟ لو تلاحظوا كده، بصوا كده للساعة جي شوك كلها انالوج، دي غريبة شوية، وده الويرد اللي خلاني اشتريها. ان دي جي 1400 دي اعلى من جي 1000. دي اولا سعرها 280 300 $300 وفيما فوق، يعني دي اعلى من التانية ب $100. تعالوا كده نستعرض يعني قوتها. يعني اولا الساعة دي نفس مقاس التانية، يعني متهيالي دي نفس مقاس دي، لو تلاحظوا دي نفس مقاس دي، بس دي اعرض شوية، دي اضخم من الناحيتين دولت، الناحية بتاعت رقم 3 ورقم 9 ضخام شوية. ليه؟ علشان الكومبس دي، الزرار التخين اللي هنا ده، هنا الزراير هنا كمان في الجي 1000 راوند وضخمة، يعني لو تلاحظوا كده راوند وضخمة شوية. اما بقى تعالوا بقى هنا، هنا بقى الزراير سموز شوية، صغيرة اهي، شايفين دي زراير، تخيلوا انا كنت فاكرها اساسا الساعة دي كده، دي زراير اهي، زراير الباتونز بتاعتها اهي. السكنس بتاع الساعة رفيع مش تخين، مع زي بصوا كده السكنس التاني ده عامل ازاي، بصوا بحط الساعتين فوق بعض، بصوا دي اتخن من دي، دي اكبر، السكنس بتاع دي رفيع. ساعة طبعا رابر من مادة الراتنج برضو زي ما احنا قلنا، والراتنج دي انا بحب المادة دي قوي يا جماعة، المادة دي فعلا فعلا قوية، زائد بقى ان دي السكنس بتاع الرابر كبيرة شوية، تخينة سميك، فدي حلوة. تيجي بقى تعالى بقى نبص بقى للساعة نفسها. الساعة اولا انالوج بالكامل، ضبط الساعة دي يا جماعة متعب، بس بجد بجد فن جامد قوي. انت لما تيجي تظبط الساعه مثلا ديجيتال، بتبقى الساعه اي ساعه جي شوك بتظبطها على الديجيتال، بتقعد تظبط الساعه تبص على الديجيتال وبعد كده تدوس ادجاست، تروح كل حاجه في مكانها. تخيل دي بقى بتتظبط ازاي، ده انا لسه عامل لها فيديو كامل لظبطها، عشان اكيد في ناس معاها الساعه دي وتبقى عايزه تظبطها. تمام بص بقى، الساعة دي اولا فيها لومينوس اللي هو العقرب بتاعها ده بينور، وكمان نوره اعلى من النور بتاع الجي 1000. بصوا كده نطفي بس النور، بصوا احنا طافيين النور اهو، النور بتاعه قوي. تمام نفتح بقى النور تاني. اولا الساعة دي لا تزيد عن التانية باي حاجة، يعني ستوب ووتش تايمر، فيها اسمها ايه دي، الجي ام تي اللي هو التوقيت الدولي، لو تلاحظوا اهي المدن مكتوبه على البيز اللي فوق ده، يو تي سي، ريو جانيرو، جده كده، يعني اللي هي ايه، يعني الساعه عليها جي ام تي، وكمان الساعه فيها اللي هو ايام الاسبوع وفيها التاريخ. تمام والثواني شغاله وتمام جدا. اولا اللي فارق ده عن الثانيه ان دي تاف سولر، بتشتغل بالطاقه الشمسيه، يعني بطاريه تدوم لمدى طويل جدا عن البطاريات العاديه اللي هي ممكن لو انت ما بتركبهاش في التوكيل بتبقى مخشوشه شويه فتقعد مثلا معاك سنه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الساعه دي ما فيهاش نور ال اي دي او ما فيهاش نيون. ثانيا الساعة دي ارفع من الساعة التانية للناس اللي ما بتحبش الساعات الضخمة. على فكرة الساعة دي حلوة قوي يا جماعة، حتى تحت البدل انا لبستها تحت بدلة حلوة، الساعة التانية مش عارف البسها عشان سميكة، مش عارف البسها بسبب السمك بتاعها. فالساعة دي رفيعة،
يعني ينفع تتلبس تحت بدله وتحت قميص وتبقى الدنيا حلوه فعلا. وانا بلبسها دلوقتي عشان الجو شتاء، فانا بلبس الساعه دي عشان بتنفع تتلبس تحت قمصان، ما بتضايقنيش في اللبس. لكن تعالى بقى نبص كده، الموضوع حلو قوي في الساعه دي. الساعه دي غطس طبعا 200 متر والتانيه 200 متر، بس دي تاف سولر يعني بتشتغل بالطاقه الشمسيه، والتانيه بتشتغل بالبطاريه العاديه. دي تمنها 300 دولار، دي تمنها 200 دولار او اقل كمان، دي اقل يعني ممكن تبقى 200 دولار، دي ممكن تبقى اكتر من 320 350 دولار. هل الفرق يعني هل فرق السعر ده يعني هل دي تستحق فرق السعر؟ هل جي 1400 تستحق السعر عن الجي 1000؟ انا شايف، بصوا تعالى كده نبص لها، الفرق ما بين دي ان دول قللوا الضخامه بتاعه الساعه، والساعه دي بقت ضخمه. ثانيا الهاوسنج بتاع الساعه دي بقى من الميتل، بقى من الميتل، ده ميتل، اما ده الومنيوم، ده الومنيوم، الومنيوم ده، ده ميتل. الساعه قللوا السمك بتاعها، ركبوا هاوسنج قوي زي الجي اس تي، الجي ستيل، بس مش جي اس تي طبعا، يعني ركبوا مثلا هاوسنج زي الجي اس تي، شالوا الديجيتال، حطوا تاف سولر، يزودوا 100 او 150 دولار. لو انت واحد استخدامك عادي الفرق مش هيبقى قوي، لو انت واحد استخدامك قوي وبتحتاج الشمس وما بتحتاجش تغير البطارية كل شوية يبقى ده الافضل. لو انت شخص بتستخدم حتى كمان شالوا البوصلة ودرجة حرارة، ما فيهاش بوصلة ولا درجة حرارة. لو انت شخص بتبص للبوصله ودرجه حراره والمالتي فانكشن والكلام ده، يعني وظائف كتيره، دي افضل لك. لو انت شخص عادي دي افضل لك. انا شايف ان الموضوع مش ما يستحقش فرق السعر قوي ده. الساعه دي اغلى من دي بشويه، دي اغلى من دي بشويه بشويه، وشايف ان فرق السعر ما يستحقش قوي. انا بلبس ساعات دي شوك كتير، بس الشكل كان كويس وكل حاجه، بس مش شايف ان الفرق يستحق الفلوس الكتيره دي اللي هو 100 دولار او 120 دولار او 150 دولار. بس فانا حبيت اقول لكم ايه الفرق ما بين الجي 1000 والجي 1400. لو انت بتسالني انا بجيبهم من انا جايبهم منين، الجي 1000 موجوده في مصر، الجي 1400 ما اعتقدش ان هي موجوده في مصر، انا دورت كتير ما لقيتهاش الا لو في التوكيلات طبعا. انا دورت عن اونلاين ما لقيتهاش، انا اشتريتها من بره اونلاين من بره. بس فلو عندك اي كومنت في الفيديو ده عن ايه الفرق تاني عن الساعات عن الساعتين دول اكتبه لي يا ريت في الكومنت. وطبعا طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. ولو في حد عندك بيحب الجي شوك او بيحب الساعات عموما يا ريت خليه ينضم معانا في القناه. احنا بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن اللياقه، بنتكلم عن الساعات، وبالاهم الساعات طبعا عشان بحب الساعات. بس فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه وتنشروها على الوسائل الاجتماعية على السوشيال ميديا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سيرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.